صباح الخير لكل المشاهدين ودايم دايم على الجميع. إن شاء الله المسيح اللي مرق امبارحة على بيوتنا يكون دايم خلال كل سنة، ومن عيد غطاس لعيد غطاس تكون سنتنا مباركة ودايما مثمرة. مواضيع عديدة اليوم بأم تي في ألايف. البداية رح تكون مع الدايت، لأنه بلش يعني اليوم آخر نهار بتصور، أو بعد لا يمكن يومين ثلاثة بين ما يخلص الزلابية والعوايمات يلي عملناهن على عيد الغطاس بنكون بدنا نبلش نفكر بالدايت. ميرنا الحلو موجودة معنا اليوم من دايت ديلايت، مسؤولة قسم التغذية ومساعدة إدارية. أهلا وسهلا فيك. ميرسي كاتي، أهلا وسهلا. يعني اليوم نهار المناسب تنعمل البلان. صحيح، أكيد بنحب نعيد العالم بالأول، ومثل ما تفضلت وقلت أنه العيد بعده مكمل، ويمكن الأكل بعده مكمل حتى معنا. رح يكون موضوعنا يمكن اليوم عن أهم شغلة بفكروا فيها العالم بعد الأعياد، اللي هي كيف أنا حطيت وزن بهذا العيد وكيف بدي أخسر منه بطريقة سريعة. هلا القصة أنا كمان حطيت وزن بطريقة سريعة، يعني بنوعية أكل كتير قوية، فيها كتير فات، فيها كتير سكر، فيها كتير دسم، اللي هن هول العناصر الأهم كاتا اللي بحطوا لنا وزن بشكل كتير سريع. عم نحكي عن سكر سريع، عم نحكي عن أنواع دسم عاطلة جدا خلال هذه الفترة، كلنا بنتناولها، ما بدنا نكذب على حدا يعني إن كنا أخصائية تغذية ولا لا. بس الموضوع هون الأهم هو الفترة اللي بتجي من بعد هيدا العيد، اللي يمكن تترافق مع دعايات كثيرة عن أنواع رجيمات كثيرة، منها المنيح منها العاطل جدا. نحن على الحال بنكون واعدين حالنا بعد أنه بعد العيد صح. في أنواع دايت رح تنزلنا بسرعة. صحيح، وهيدا الشيء اللي ما بعرف ليش هالقد عنا توندانس عليه، مع انه الاكثريه صاروا يعرفوا انه هذا الشيء منه صحي ابدا. صحيح، وبتعرفي دائما هذا الشيء مرتبط بسلوكيات غذائيه، يعني نحن عم نحكي عن هون موضوع اللي هو الايتينج بيهيفير، وقد ايه الاشخاص يمكن قبل العيد بتحرم حالها بشكل كثير كبير لحتى توصل بفتره الاعياد تتناول كميه اكل كثير كبيره، ونحط يمكن على الوعي تبعنا ستوب بشكل كتير كبير، ومنروح على طريقة إفراط بتناول أكل معين، ومنلجأ هون ساعتها للطرق السريعة ومبينات على الديتوكس المشهور. هلا في أنواع ديتوكس كمان، ما قضيت على ديتوكس واحد. صحيح، هل هالشي فعلا صحي؟ هل هالترند ممكن تكون ملائمة للجميع؟ نعم. تنعرف بس سريعا عن شو معنات كلمة ديتوكس، يمكن في كتير أشخاص ما بيعرفوها. لما نقول ديتوكس يعني الجسم هو بده يكون عم بيدهر كمية سموم كتير كبيرة منه. لما نحكي عن ديتوكس ككلمة هي معتمدة بس، وبحب عن جد وضح للعالم، للأشخاص اللي عندهم مشاكل إدمان على الكحول أو المخدرات. نحن بنقدر نعمل ديتوكسفيكيشن للكحول وللمخدرات، وهالكلمة ما بتمت بصلة أبدا لدومين الرجيم كله سوا. بس تعرف هذه الكلمة بتطن بدينينا بشكل سريع، وكلمة صراحة كلمة كتير تجارية وهالقد باورفول بدومين البزنس للأسف يعني. ولما نحكي عن دومين التغذية بنحكي عن صحة، وبنحكي عن صحة عامة. ونحن ما فينا نكون عم نبيع برودكتس تحت شعار ديتوكس تكون عم توصلنا لمشاكل صحية بشكل كتير كبير. بس نحن لما منقول ديتوكس ومنفسرها كيعني تنظيف الجسم من السموم، فمنعتبرها يعني 100% شيء كتير مهم وضروري وصحي. صحيح، بتعرفي الله يمكن خلقنا مع أعضاء متكاملة، والديتوكس أو السر الديتوكس إذا بدنا نقول هو الجسم، أبدا لا أنواع ريجيمات ولا أنواع شاي معينين ولا برودكتس. عندنا أورجنز إناف، اللي هن خلينا نذكر سريعا الكلى تبعنا والكبد والجهاز التنفسي وحتى الجهاز الهضمي اللي هو بيدهرنا كل هالسموم. فما بدنا كثير نضيع العالم بتسميات تجاريه بحته. مشان هيك اذا خلينا نقطع يمكن للشق الثاني اللي هو كيف دايت ديلايتس كمركز غذائي يمكن عطت بديل عن هالرجيم الديتوكس بطريقه كثير صحيه. ولما نحكي عن رويال بروجرام، اسمه رويال يعني رويال كلين اند لين، ملوكي اذا بدك، كلين ولين يعني اذا بدنا نجي شوي نفسرهم سريعا، هو الرجيم تبع البحر المتوسط اللي هو بيرتكز على يمكن الدايت نمبر 1 عالميا اللي بتنتخب كل سنه از ذا بيست دايت وورلد وايد، وهي بترجعنا صراحه للجذور. يعني ما في شيء كثير اختراع او سر كثير كبير قد ما هو بيرجعنا للجذور بالمنطقه تبعنا، واللي هو بيرتكز هذا البروجرام على الحبوب الكامله، على
الزيوت وخاصة عم نحكي زيت الزيتون اللي هو الأكسترا فيرجن أوليف أويل والأسماك وأكيد الفواكه والخضرة والمكسرات والبذور. بينما إذا عم نجي نقارنه مع ديتوكس، ديتوكس بيعتمد إجمالا على نوع واحد اللي هو يا أما عصاير لحالة إن كانت فواكه وخضرة أو أنواع بدايل، وهلأ صار الدرجة كتير نكون وين ما كان موجودين نشرب درينكس حاطين عليهم ليبل از ديتوكس، واللي هي بتوصلنا لمطرح انه نكون ما عم ناخذ كل الغذاء اللي نحن بدنا اياه لانه هي احاديه منا متنوعه ما فيها كل العناصر الغذائيه، وكمان منا للشخص نفسه يعني ما في ستاندرد اصلا لكل العالم 100%. والضرر تبعها انه نحن بنكون يمكن اذا عندنا مشاكل فقر دم عم نروح على أسوأ مرحله بفقر الدم، عم نخسر فيتامينات ومعادن كثير كبيره. فاذا الرويال كلين اند لين بروجرام من دايت ديلايتس رح يكون مفيد لكل الاشخاص مش الاشخاص يلي يعني وزنهم زايد. صحيح. بحب نوه على شغله انه هذا البروجرام بالخصائص تبعه بيتميز انه هو ريجيم غذائي ضد الالتهابات، سو اتس ان انتي انفلاماتوري دايت بروجرام، وبنعرف انه مستوى الالتهاب بالجسم هو بيعرضنا كمان ايام لمشاكل وزن، سو انا كل ما يكون عندي مستوى التهاب عالي كل ما هذا الشيء ما بيساعدني اخسر وزن بشكل صح. سو هذا البروجرام انخلق اذا بدك على سيفرال بنفيتس ويمكن المنافع تبعه على المدى القصير والطويل. المدى القصير اكيد بنعرف العالم هلا بعد الاعياد مهمة تضعف وتنزل وزن، بس نحن فكرناه لحتى بالمدى الطويل ان كان تخفيف ريسك مشاكل ديبرشن الزهايمر مشاكل قلب لان عم نوطي مستوى الالتهاب بالجسم، سو منافعه كثير كثير على المدى القصير. كيف رح نقدر نستفيد منه بأي سرعة؟ بأي سرعة؟ هلا لما نحكي سرعة نحن صراحة بداية ديلايتس ما بنحب كتير شورت تيرم إيفكت، يعني بنشتغل أوكي على صعيد صغير وفي دايما تشالنج، ويمكن نحن خالقين 11 نهار از تشالنج للأشخاص اللي بياخذوا هذا البروجرام بيقدروا ينزلوا وزن لحديد 2 كيلو يمكن ب 11 نهار، وأيام أشخاص تقدر تنزل أكثر، بس مش هون الأهمية، الأهمية هي بالمنافع تبعها بعد هذه الفترة لأنه عم ناخذ غذاء متكامل ضد الالتهاب، فيه مضادات أكسدة كثير كبيرة، في منافع على القلب والشرايين وعلى مستوى معدل السكر حتى بالدم، سو ما بنجوع بشكل كثير كبير. وهذا الأهم. هيدا الشيء كمان رح يكون مفيد لأنه رح نقدر نكون عم نستمر فيه. صحيح. يعني دايتس يلي دغري بنزلوا وزن كتير كبير هن دايتس كتير صعبين، يعني قدي الواحد بده يداين فيهم 100%. يعني تخيلي حالك كل نهار عم تشرب عصير ترويقة وغدا وعشا وسناكس على مدة 3 أيام 6 أيام أو حتى أسبوعين وقت، يمكن أول فترة مننبسط أنه خي وزننا قشط كتير بسرعة، بس كتير العالم ما بتعرف أنه هذا الوزن اللي قشط هو مي وعضل اللي هي أسوأ نزلة وزن معقول شخص يكون عم ينزلها. التعب اللي بحس فيه الإنسان. Exactly. التعب أو جع الرأس، غير اللي عم نحكي الأشياء هيدي الظاهرة والأشياء المش ظاهرة والمخبية هي المشاكل ناقص أو deficiencies بالمعادن وبال. هيدي رح تعمل حالة نفسية مش كتير يعني صحيحة، وهون رح نرجع على الأكل يعني اللي بده يرجع يطلعنا من الديبرشن، يعني 100%. الحلقة يعني هيك بتسبب توتر يمكن بشكل كتير عالي لأن ما عم بيوصل الغذاء الكافي حتى للدماغ كاتيا. كيف لازم نفكر من بعد العيد فإذن؟ هو لازم نفكر صراحة قبل العيد. قبل العيد أنه هالفترة العيد هي فترة اجتماعات بين العائلة ما تكون دايما حوالى كمية أكل كتير كبيرة ويكون في افراط بالاكل ونعمل شت داون لدماغنا او الوعي اللي نحن عنا اياه، ناكل بطريقه كثير فيها وعي اللي نحن بنسميها مايندفول ايتينج، ونمرن حالنا خلال الفتره اللي هي بتسبق فتره الاعياد انه نحن ما نكون عم بيكون في عنا شراهه كثير كبيره خلال هذه الفتره، وما نكون عم نتناول كميات كثير كبيره ونقول مثل ما في كثير عالم هلا عم تقول يا ريت ما اكلت هالقد ويا ريت ما طلعت مع العلم انه حاليا نوعيه الاكل يلي يعني بناكلها خلال الاعياد مش انه ما بقى موجوده كل السنه. اكزاكتلي. يعني اغلبيه انواع الاكل اللي بناكلها خلال الاعياد موجوده خلال السنه حتى بالاسواق. اغلبنا بنكون هيك تمتد او عندنا والجمعه اكزاكتلي هالجمعه وهالسوشيال ايتينج، وفكره قد ايه يمكن بنكون عم نتناول اكل بلا ما نكون جوعانين يعني لانه بتمد السفره، وبنعرف نحن بعاداتنا بلبنان اقل قعده حوالي المائده يمكن بتروح ساعتين واربع، وما بعرف خلال فتره الاعياد كانت عم تتكرر بشكل اكثر، واغلبنا ما بنكون عندنا احساس بالجوع. بس مين هلا مرق العيد صار اللي صار صار الدامج اللي بده يصير اللي صار. الكلين اند لين بروجرام، رويال كلين اند لين بروجرام من دايت ديلايتس، كيف بنبلش فيه
وبأي طريقة وكيف نقدر نتواصل معكم؟ أكيد. هلأ نحن عادة بصير في أكيد استشارة غذائية مع الدايتيشن بقسم التغذية عنا، نعمل أساسمنت لكل الفايل تبع الشخص لحتى نكون عم نشترك بهذا البروغرام اللي هو بيتضمن 3 وجبات أساسية وسناكات مثل ما قلنا متكاملين على 11 نهار. رح يبلش نهار التلاتة، فللأشخاص اللي حابين يكونوا عم يشتركوا معنا بعضهم بيقدروا يلحقوا حالهم، وإذا ما لحقوا هذا السايكل نحن منقطعه بشكل مستمر خلال السنة لأنه ما في له مدة صلاحية. هيدا أهم شغلة، وعكس يمكن الديتوكس بلان يمكن أغلبهم أو في حتى للأسف أخصائي تغذية بينصحوه وبيعطوه لفترات إن كانت قصيرة أو طويلة بلا ما يكون مدروس. نحن أكيد هذا الملف بيكون مدروس بشكل صح بسنتر دايت ديلايتس لحتى نكون عم نعطي العالم غذاء، عم ننزلهم وزن وعم نعطيهم منافع على المدى الطويل، وطريقة أكل أو سلوك غذائي يكون عم بيتغير بعد فترة الأعياد. هذا الأهم. و personalized هال definitely diet. ما في شيء منه personalized بدايت ديلايتس لحتى نكون عم نوصل للنتيجة الصح اللي بتناسب كل شخص بشخصه. مينا الحلو مسؤول التغذية بدايت ديلايتس، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. ينعاد عليك. مرسي وعليك. وقفي هلأ ومنرجع منتبع على live.